اهلا بحضراتكم. من كتير في اولياء امور كتير بيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يعلموا اولادهم الصدق وانهم يبعدوا عن الكذب، كمان ان طفلهم ده سواء بنت او ولد ما يكونش طماع او تكون نفسه حلوه كده، وده بنشوفه في معظم اولياء الامور اللي بيحاولوا قد ما يقدروا ان اولادهم يكونوا صادقين، وكمان ما يحاولوش انهم ياخدوا حاجه لنفسهم بس، ويخلوهم يتعلموا المشاركه مع اخواتهم في الحاجات اللي معاهم. دي كلها الصفات اللي نفسنا تبقى موجوده في اولادنا. صحيح، ويعني زي ما بنقولوا كده ايه، مفهوم التربيه الايجابيه يعني الناس كلها بتبحث عنه، هو المسيطر على هذا الأمر. لكن البعض من هؤلاء الأطفال ربما أو هؤلاء هذه الأسر بتواجه مشكلة كبيرة. المشكلة أن هذا الابن أو هذه الفتاة بتكذب، ولما تبدأ تسألها أو تسأله ليه ابني بيكذب وإزاي عالج المشكلة دي، بيكون الموضوع يعني فات عليه زمن وبقى الكذب ده صفة من صفات هذا الابن. هل الابن بيكذب علشان الكذب في دمه ولا علشان يهرب من مشكلة ما؟ طب هو لو بيكذب احنا نتعامل ازاي مع هذا الامر؟ ازاي نخليه يبقى صادق؟ ايه الاسباب اللي بتدفعه ايضا ان هو يعني يخليه يدافع عن نفسه؟ اسئلة كتير جدا هنعرفها مع فقرتنا النهاردة مع الدكتور علي عبد الراضي استشاري التأهيل النفسي في جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك، وسعيد ان انا معاكم النهاردة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. خلينا كده في البداية نعرف، في اصلا مصطلح من حقنا نقوله اسمه كده؟ يعني ينفع اسال اقول الطفل بيكذب ولا لا؟ الاطفال بتبقى قصدها تكذب او قصدها تقول اللي هي بتقوله ده وما يكونش حقيقي؟ طيب خليني اشكرك على السؤال، لان هو فعلا ده اللي زي ما بنقوله كده بالعاميه مربط الفرس. ليه انا بصنف ان ابني بيكذب او صادق؟ ابتداء لغايه سن 7 سنوات ما ينفعش الصق بابني تهمه انك كذاب او انت بتكذب. الكلمه دي تربويا ونفسيا واجتماعيا لا تصح، ما تقولهالوش اصلا. تمام، شجعه دايما انك تقول الحقيقه، تمام، بكذا طريقه، او تقول له انك انت صادق، ما تقولوش انت بتكذب اطلاقا. طيب نخش بسرعه من الاجابه للسؤال بتاعك، انواع الكذب عند الاطفال. لما فرويد قسم نمو الاطفال لمراحل ساعدنا احنا في المعامل النفسيه ان احنا نعرف كل مرحله وسماتها. يعني من سن 2 سنين لسن 3 سنين هو بيكون بادئ في السن الخيالي شويه. يعني ايه خيالي شويه؟ يعني حتى لو كذب في هذه المرحله هو كذب ادعائي، ان هو شاف فيلم معين، كرتون، شاف فيلم انيميشن معين، فهو بيعمل ادعاءات ان هو ممكن يكون لسه اكتشف نوعيه الحلم، يعني اكتشف ان هو بيحلم، فهو ما يعرفش يفصل ما بين الحقيقه والحلم، فهو بيفتكر ان الحلم ده جزء من الحقيقه. شاف رؤية او في المنام بتاعه ان ابنه اخوه الكبير بيضربه، فيفتكر ان ده واقع، فيقول من اسبوع انا اخويا ضربني وهو ما حصلش، فهو بالتالي هو ما بيعرفش. الناحيه الثانيه كمان هو ما بيعرفش الضمائر، ان يقول الفرق ما بين اسبوع او اول امبارح او امبارح، فهو بيلخبط الدنيا شويه، فده بنسميه الكذب التخيلي او الكذب الادعائي. في حاجه تانية من الكذب، وده من سن 3 سنوات لغايه سن 5 سنوات، ده اسمه كذب دفاعي. والكذب الدفاعي ده ليه؟ لانه في مره مثلا، احدى المرات، ماما جميله ابنها خبط كوبايه، الكوبايه اتكسرت، فهي عارفه ان هو اللي خبطها، فتيجي تقول له مين اللي عمل دي؟ فهو هيقول لها انا، فروحت عاقبته. العقاب الشديد في اللحظه دي، فهو بيقول ده لما انا بقول الحقيقه واقول ايه اللي عملته فهتعاقب، فلو انا ما قلتش ايه اللي عملته فما تعاقبش. وساعتها بنسميه هنا نوع الكذب ايه؟ كذب دفاعي، ان هو بيدافع بيه عن نفسه. طيب في احد الكذب الجميل اللي بيعملوه من بعد 5 سنين ل7 سنين، الكذب ده هو كذب الشو او كذب الشهره. هو شاف ان لما بيرجع من الكيجي او بيرجع من المدرسه اخذ ستار، اخذ سمايل فيس، اخذ يعني اي نوع من انواع التشجيع، بيتقال له في البيت برضه برافو، بيتقال له ممتاز، فيجي يقول على فكره انا المس رسمت لي سمايل او ادتني ستيكر عليه سمايل او قالت لي برافو او ادتني 10 من 10 على الهوم ورك. فساعتها لما تيجي احنا نشوف الدايلي او نشوف ايه اللي حصل في اليوم بتاعه ما نلاقيش ان حاجه هنا، فساعتها هعرف ان ابني بيكذب. فما نحطش اولادنا، وده بنسميه ايه السبب، ما نضغطش هنا بقى عليهم بالظبط، انت عملت غلط وبتاع، حلو جدا، لا ما تواجهوش الجزئيه دي، لكن اساله انت اسم تقريريات التحقيق، يعني ايه؟ اقول له طب انت جاوبت سؤال ايه عشان المس ادتك 10 من 10 او ادتك ستار؟
هيبدا يقول لك لا انا تخيلت او انا حسيت او كان نفسي. طب ما ممكن يتهرب يقول لك ده واجب. نراجع بقى ايه اساس المشكله. اساس المشكله اني انا بقارنه طول الوقت، فالمقارنه دي انا اللي ضغطه ومش مديله شعور بالثقه كفايه، فهو بيطلع حاجات مش حقيقيه علشان يشعر بالاطمئنان وبالقبول عند اهله. صحيح. ويشعر بانهم مقدرينه. صحيح. او اكتساب التقدير المزيف حتى، وده اللي بنقوله حتى في التربيه الايجابيه، ان هو التربيه الايجابيه برضه مش لاقيه ترحاب عند بعض الناس اللي بيسموهم اولد فاشن، اللي هو التربيه الايجابيه ايه وما اضربش ابني وما عاقبش ابني. هو التربيه الايجابيه هو منهج شبه غربي، لكن لازم يتعرض بما يتناسب مع البيئه المصريه. شبه غربي هو منهج. ما هو لازم. هل في من المدارس الشرقيه اللي طبعا طبعا على فكره يا مصطفى، هو مصطلح سيء السمعه او تحول لمصطلح سيء السمعه. احنا ما دورناش في مناهج التربيه العربيه، نلاقي حاجات كتيره جدا تدعم دي. على فكره حتى لو المنهج الغربي بيقول ادعم ابنك الثقه ما لا حدود، ده غلط، واثبت فشله وخلاهم يجذبوا وخلاه ينافق وخلاه يبقى عنده نوع من الانانيه، وخلاه يتوهم ان هو عنده قدرات وهو ما عندوش قدرات. ودي مشكله، ودي المشكله يعني، تفضل تديله ثقه كتير كتير الثقه دي، ولما يوصل لمرحله الثانويه فلما المجموع بتاعه يخسع شويه فيقول لك لا انا استحق اكتر من كده. ونسي ليه؟ لانكم انتوا، ويجي الابوين كمان اسمها ضلالات حقيقيه دي بقى، هم شايفين ان هو فضله 16 سنه بيدعموه بالثقه ان هتجيب مجموع هتجيب مجموع، واول ما يحصل الواقعيه بتاعته ما يجيبش المجموع المتوقع فيقول هو عمل اللي عليه، لكن كان في مشكله ما في الدرجات، كانت في مشكله ما في التصحيح، وهو ما شافش حقيقه تقدير عقليه ابنه. فهنا احنا بنسميه بلاش الثقه الزايده اللي بندفعها لاولادنا، خليكم حقيقي، خليكم طبيعي، كل ما كان حقيقي وطبيعي كل ما ده اداله نوع من الصمود والمرونه ان يواجه. نرجع لموضوع الكذب والاطفال، فسن 7 سنوات دي اخر مرحله اسامح فيها عن الكذب وما اقولوش انك انت بتكذب وما واجهوش بالكذب. زي ما كنا بنتكلم قبل كده ان انا ما ينفعش ازنقه في الكورنر، ساعتها هو هيضطر يدافع عن نفسه. من اول الحيل الدفاعيه اللي بيتعلمها الانسان هي حيله الكذب، ان هو ده المفر اللي هو بيخليني ما اتعاقبش لما اعمل خطا ما، فبالتالي طالما انا ما اعترفتش بالخطا ده خلاص. مش بس كده، ده هم كمان بيعلموا حته التحايل، ان هو روح اغسل اسنانك، فهيعمل انه هيغسل اسنانه، هيضطر ان هو هيجيب الفرشه ويحطها تحت الحنفيه ويحط شويه معجون في الحوض. انا غسلت حتى، روح شوف. وهو ما عملش كده. لا ما بيكلفوش خاطرهم يقوموا اصلا يا دكتور، ولا يعملوا كل المجهود. هيقول غسلت من شويه بالظبط كده. الفكره في الجزئيه دي بقى تيجي بقى المنهج الجديد بقى، ما عجبناش التربيه الايجابيه، في منهج، وده منهج بقى عربي اسمه التربيه بالحب والتربيه بالقدوه. ابنك لو حبك بجد وشافك انت القدوه بتاعته والسوبر هيرو بتاعه، هيعمل الخطوات اللي انت بتعملها. صحيح. وده اللي بنسميه الكذب المتعلم. لما انت بيشوفك انك انت مثلا كان عندنا ضيوف، فانت بعد ما الضيوف مشوا يا ده كان دمهم تقيل، يا ده مش عارف ايه، فهو انتوا ازاي كنتوا مرحبين بيهم من شويه وليه لما مشوا قلتوا عليهم كلام سلبي؟ فيبدا هنا يقول ان في نفاق او في كذب، فهو بيمارسه من غير ما ياخد باله. ودايما بنقول التربيه بالحب، ابنك لو حبك لازم تكون انت القدوه الكويسه والنسخه الكويسه اللي هيقلده. ابنك بيمشي على نفس خطواتك. صحيح، المرايه بتاعتك. طب هو يعني كل فعل او كل وصف بيبقى ليه عكسه. النهارده لو قلنا التربيه الايجابيه هيبقى عكسها ايه؟ التربيه السلبيه. صحيح. يعني طب ما هو المنهج ده برضو زي ما مني قالت، هو منهج او جمله يعني بقت سيئه السمعه ان هي مش متوافقه مع هوانا الشرقي. حلو جدا. مين المطالب منهم انهم يفهموا كلمه التربيه الايجابيه؟ الكلمة التربية الإيجابية دي جت لصيقة مع فترة كان في موضة حاجة اسمها التنمية البشرية، وبالأساس حتى احنا في كلية التربية مفيش حاجة عندنا اسمها كتاب التربية الإيجابية، هو عندنا إما تاريخ تربية يا إما أصول تربية أو فلسفة تربية أو علم نفس تربوي. تمام، مفيش كتاب ادرسه لاولادنا في الجامعه. يعني هو مصطلح تم انتشاره من خلال السوشيال ميديا بالظبط، والتسويق لبعض المراكز. تمام، فبالتالي حتى بره المناهج اللي بره هي رؤيات شخصيه، لما اتحطت في المنهج العلمي المدروس اثبتت فشلها.
يعني لما نروح مثلا للجمعيه الامريكيه لعلم النفس وقالت ان في مناهج تربويه نفسيه جديده، فقالوا لا المناهج دي ممكن تخلي اولادنا عندهم نوع من الوهم في الشخصيه او الهشاشه النفسيه، فبالتالي بلاش تعلموهم وتقدسوهم. وهنا بقى او هي تنفع عندهم في يعني في المدارس الغربيه، ولكن في مدارسنا الشرقيه لو اللي هيتربى بالشكل ده اصل مين اللي قال ان التربيه الايجابيه ما فيهاش عقاب؟ مين لكن التربيه الايجابيه ما فيهاش اهانه، وهو اللي احنا اتربينا عليه، احنا ما تهناش واحنا صغيرين، والا ما كناش هنبقى اشخاص عارفين نبقى سويين. لكن بالزبط. مين اللي حط الديفينيشنز او مين اللي حط التعريف بتاع ان التربيه الايجابيه مسموح فيها ان الطفل يتجاوز وان الطفل لا خالص، دي ما فيش تربيه اصلا بقى لا ايجابيه ولا غير. والتربيه الايجابيه هي الاساسيات الفلسفيه بتاعتها قائمه على الحوار والقدوه والحب والتسامح، ودي من اهم الخطوات اللي ممكن نعملها وموجوده في الثقافه العربيه بتاعتنا مش بعيده علينا. فبالتالي زي ما قلت لابنك لو حبك هيعمل اللي انت عايزه، ودايما بقولها يعني دايما ابنك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. انت عايز ابنك يكون افضل وافضل وافضل، وده اللي بيخلي الناس تروح تذاكر تربيه ايجابيه وتحاول تطبقها على اولادها. فهو ونسي في الاساس ان انت لازم تعدل النسخه الاساسيه، السورس بتاع ابنك هو انت. انت محتاج انك تعدل بعض الحاجات اللي موجوده عندنا، عدلتها وتمام ابنك هيمشي على نفس الخطوات تيبيكال، يعني بالظبط خطوه بخطوه لحظه بلحظه اللي انت بتعمله هيعمله. حتى لو محاكاه الصلاه، محاكاه الكلام، محاكاه ردود الافعال بيطبقها من غير ما ناخد بالنا. فلغايه 7 سنوات انا ما اقولش لابني انك انت كذاب، وطول الوقت ما اقولوش انك انت كذاب، لان اوقات بيكذب علشان ياخد ميزه، اوقات بيكذب عشان ياخد جايزه، اوقات بيكذب علشان يدافع عن نفسه، اوقات بيكذب علشان ياخد امتيازات. فاعرف اساسيات الكذب، الاسباب. يعني المشكله بتبقى عند الكبار، هم اللي مش بيشبعوا حاجه الطفل للحب او للاحتواء او للتقدير الكفايه. صحيح. فهم اللي بيدفعوا الطفل انه يتوجه ناحيه بالزبط. التصرف السلبي. عالج السبب هتلاقي الاعراض بتاعت الكذب خفت كتير، وما تشتكيش حد من بره تقول له اصله بيكذب، اصله هو كذاب. معرفش اتعلم الكذب ده من فين؟ اتعلمه منك. فبالتالي راجع دايما الخطوات اللي انت بتعملها طوال اليوم بتاعك وظبط الدنيا، هتلاقي حاله الكذب دي، وشجعه على انه يكون صادق وكل مره يقول فيها الصدق. يعني حتى قانونيا اللي بيعترف على نفسه ان هو عمل خطا العقوبه بتنزل. فبالتالي لما عمل خطا معين وخطا يستحق العقوبه، تمام، لازم تكون العقوبه مخففه، او حتى تقول له ان هو كنت ممكن اتفقنا اني بوظت حاجه معينه، فاحنا ايه، انا مش هقول لك هحرمك من المصروف كامل، لكن جزء معين عشان الايام اللي جايه. يبدا بقى الكلام ده في سن كام؟ بعد 9؟ بعد 9 سنين ابدا فعلا في حته اخد خطوات شديد. بقى ايه جدة. يعني جد شويه جد، والعقاب هنا مش انه اضربه على وشه ولا الضرب، لا، لكن اوجه والزام الضرب وعاقب بالشيء اللي بيحبه. بالظبط، بعض الحرمانات اللي هو بيحبها، خروجه معينه خلاص الخروجه دي ممنوعه، بعض الامتيازات اللي كان بياخدها الحاجات دي ممنوعه، واوضح له. اهمهم الحاجات اللي بيحرمه منها هي الحوار معايا، ان هو كان بيتكلم معايا وكنا بنهزر وبنلعب، فعلى فكره انت عامل خطا، فانت لمده 4 ايام ممنوع اللعب معاك، لان هو وخليه يحب انه يلعب معاك، خليه يحب انه يتكلم معاك، وخليه يحس ان هو معاقب بالحرمان منك، انك انت كنت بتقعد معاه ساعه في اليوم فيها حوار ولعب وهزار وضحك وتنزل لسنه، فساعتها هو الميزه دي اللي هو بابا زعلان، فبالتالي ما ينفعش يعني اخليه يزعل مني. حته برضو التوجيه الديني هو مهم، لكن ما ينفعش اقول له اصل اللي بيكذب بيخش النار، هيترجمها ان ربنا مش بيحبنا وان ربنا جايبنا يعاقبنا، وان انا لما كذبت ما دخلتش النار بشكل مباشر هنا والان، فيفتكر ده عادي، ما انا بكذب وما بخشش النار، لان هو لسه ما عندوش تصور الغيبيات ان في الاخره بابا في الحاجات دي، هو لم يدركها لغايه سن 7 سنوات، هيدركها بعد 9 سنوات ان في الاخره هيفهم الجزئيه دي. فبلاش من اول سن يوم لغايه 3 سنوات الجنه والنار والترغيب والترهيب، دي هو عقلياته مش هيفهمها دلوقتي. في بعض الناس بتفهمها، بيكون عنده عقليه وقدره انه يفهمها، وفي بعض الناس تعمل له تقريب للصوره.
طب دكتور، في ناس بتبقى قلقانة لما أولادها بتكدبش أصلا وهم صغيرين، بيبقوا خايفين يكون عندهم نقص في الإبداع أو في الخيال، أو دي مشكلة واجهتني أنا أصلا وأنا ابني الكبير لما كان صغير، ابني تاخد منه الكلام كما حدث بالفعل، يعني ما براجعش وراه. كنت في فترة من فترات قلقانة أنه لا يكون ما عندوش خيال، أطفال بتبقى خيالها واسع وبتتخيل وبتبدع. في فعلا طفل بيبقى عنده القدرة على ان هو يقول الحاجة كما حصلت فعلا وما هوش محتاج ان هو يضيف عليها اضافات او يقول حاجة عليها من خياله؟ طيب، الابداع ده مرحلة اعلى من الذكاء، معنى كده طالما وجد في اولادنا مرحلة الذكاء فمرحلة الابداع نفسها قد يكون ابداعه في مرحلة الحفظ والتسجيل، في مرحلة اللي هو يكون عنده رؤية كاملة، فبالتالي لي انا اسد الجاب او الفجوة ما بين الحقيقة وما بين النتيجة اللي انا عايز اوصل لها، فبنسدها بالتخيل او الفرضيات، لكن هو بيكون شايف الرؤية كاملة، شايف الخطوات ورا بعض، يوم حافظ قوي جزء الحدث، فبالتالي هيبدا يقول لك مش محتاج ان انا اكمله باحداث اخرى، بختلق حاجه او اختلق حاجه، او ان انا هو فعلا اللي بنسميه احنا بعض كذب الاطفال، هو شكل من اشكال الابداع التخيلي وبيساعده ولو نميته فيه، حتى لما بيجي يقول لك امبارح بالليل وجات ناس وانا مشيتهم ومش عارف ايه، قول له قصه جميله، ما تقولوش انت بتكذب، قول له قصه جميله، نكملها ازاي، تيجي نرسمها. فطور في حته الابداع. طيب هو بيقول المشهد زي ما هو، مفيش مشكله خالص، هو شكله عنده شكل الابداع الاسترجاعي او ابداع الحفظ المعلومات، وده غالبا بيكون شكل من اشكال النمط الرقمي، او عنده ذكاء رقمي كويس جدا، لو استغلناه في العمليات الحسابيه والرقميه هيبقى شكله ابداع اكتر من النوع ده، وبالعكس هيبقى دايما الناس الواعيه جدا بقى مش بتدور على الذكاء، بتدور هو مبدع في ايه واستغله في ايه، فده هتلاقيه في اولادنا كتير جدا. وبالمناسبه هم الناس دول موجودين بنسبه 15 او 10% بيروحوا الناحيه دي، مش موجودين اكتر يعني، لكن هو نسخه مميزه جدا وبتهتم بيه في عالم الرقميات، هتلاقيه مبدع جدا في الجزئيه دي. الطمع من الحاجات اللي دايما الاب والام يشتكوا من وجودها كصفه يعني او كخصله عند بعض الاطفال، وخصوصا لو طفلتين متنافستين او طفلين متنافسين او طفل وطفله، بيبقى بينهم قصة الطمع، ان حد اخد دي بتاعتي لعبتي مش عارف ايه، وتخش دايما في طور الايه العند. صحيح، علاجه ايه الموضوع ده؟ طيب خلينا نقول اولادنا في البيت ممنوع المقارنة، واحدة من الاشياء اللي بتخلق الطمع عند الطفل والكذب والعناد المقارنة، ان هو طول الوقت يقول انا اكيد لو عندي ادوات تانية والعاب تانية وبدائل تانية مقدم ومدلل عند الابوين اكيد هكون مبدع، اكيد هكون شاطر واخد امتيازات، اللي بيسميها محطة نظر الابوين، ان هو دايما شايفيني في الصدارة، فبالتالي يبدا يطمع وينافس على مكانته، ان هو عشان بابا وماما يشوفوني انا الاول، فبالتالي بيطمع في المكانة، مش بيطمع في الادوات، بيطمع في المكانة. فالحب الغير مشروط اللي بنقدمه لاولادنا، ممنوع المقارنة، ده بيقلل من حتة الطمع ليهم. بعد كده بنبدأ الخطوات التانية، الخطوة التانية اني اخليهم يتبادلوا الهدايا مع بعضهم، اخلي ما بينهم مشاركة والعاب تشاركية، ده هي 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 هيفيدهم قوي. لو انا نازل بحد منهم اقول له مثلا محمد بيحب ايه؟ فيقول له بيحب النوع ده من الشوكولات او النوع ده من، طب هات له واديها له، فدايما اخليه يديله هدايا، بيديله حاجات، ده بيساعده انه يكون فيه تشاركيه. احاول ان هم لما اجيب لهم هدايا يعكسوا الهدايا مع بعضهم. كل الاشياء البسيطه دي بتقلل من حده الطمع. حته الحاجات التسامحيه اللي بنعملها ويبقى في نوع من التسامح ما بيننا، وان هو اقول له هو بيحبك، ان هو عبروا عن لبعض مش بس بالهدايا، حتى كمان بالكلمات الايجابيه اللي بيقولوها لبعض، او شايفه ازاي او ارسمه، كل الحاجات دي بتقلل من حته الطمع عنده. ما تقارنهوش بحد، ما تحاولش تقول له دفع عنه، يبقى عارف حدود حاجته الملكيه، ده لبسي، دي حاجتي، دي اشيائي، تمام، لكن ينفع اتبادلها، واقول له كمان قصص ان انا كنت بتبادل مع اخواتي الادوات بتاعتي، بديهم حاجتي، بديهم وباخد منهم حاجات، وحته كمان ان هو لازم يشوف الكبار كمان، يعني انت كويسه مع اختك بتقول انا هبعت هديه لاختي، اختي جابت لي هديه،
اخويا جاب لي هديه، اخويا جاب لي الحاجات دي، نازلين نجيب هدايا لعمه عشان وحشني واسلم عليه ان هو جاب لنا، فيفهم حته ان في تبادليه وتشاركيه، في نوع من المشاركه المجتمعيه، حته كمان ان هو لو انا هعمل عمل خير اجتماعي وشافني قد الناس وشافني كريم مع الناس واروح ازور دور ايتام او ازور بعض المستشفيات، دي هتعلمه جدا الكرم ويبدا ما يكونش طماع ويعرف ان دي حاجتي لكن ممكن ادي جزء منها للاخرين واتشارك معاهم. أكيد. صحيح. كل الشكر ليك الدكتور علي عبد الراضي استشاري التأهيل النفسي بجامعة عين شمس، نورتنا، أهلا وسهلا بيك. تحياتي ليك وصباح الخير عليكم كلكم. شكرا لك. شكرا جزيلا.